يا حنان، هاي كيف جيت هسه؟ قالوا انتوا مشيتوا. هاي قالوا ركبتوا الامجاد مشيتوا على المستشفى. اول ما اتصلوا وروني مشيتوا على المستشفى عشان اجي عليكم احصلكم. شفتوا الملايه المخده؟ خلاص. ها دايرين شنو تاني؟ كويس، بعمل لكم حاجه تاكلوه وبجيب لك الشاي. عارفاكي بتحبي الشاي. على قطع حنان جدي كيف؟ اديني لو نايم. خلاص لا بس اول ما اتصلوا وروني المستشفى. خلاص كويس، يلا كر علي يا جدي. انت يا زول الاشاره دي شايفها حمراء ولا ما شايفها؟ الاشاره شايفها لكن عليها الطلاق. انت ما شفتك وانت بتتعامل مع رجل المرور ولا مع الاشاره؟ انت بعدين ما عارف انه قطع الاشاره الحمراء دي جريمه جنايه ممكن تخش فيها السجن وتتغرى فيها؟ ما يزول عيان حتى ولو. اديني الرخصه للاستماره يا ردي حنان. يا ردي الحظ شنو؟ العربيه اتخجت كده وبيجينا زي الروب. الحظ شنو؟ بتاع المرور وقف بتاع الامجاد. بتاع الامجاد ما جاري يوديني المستشفى مستعجل. ما انت عيان يا جدي؟ اها قام قطع الاشاره وهي حمراء. قطع الاشاره هي حمراء؟ قطع والله. وداري يودينا المستشفى؟ أي. يا بنت الناس ده ما حيودينا المستشفى، ده حيودينا لاسرائيل. ده راجل ما محترم وما بيحترم القوانين المروريه. اسمع، بتعرفي تجري؟ يا جدي ده سؤال تسالني ليه؟ انت بتعرف تجري؟ خليك دوله محترمه وتكلمي مع جدك بادب وباحساس واضح. تعرف تجري؟ بدي بالحيل. بس افتح الباب ده. افتح الباب ده، الزول ده ما محترم، ما بنمشي معاه لانه قطع الاشاره. قومي. تخطي الإشارة الحمراء جريمة يعاقب عليها القانون. الطريق مسؤولية الجميع.